يو، السلام عليكم، كي راكم بخير؟ واش يعني اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الاستسكامه كيفاش تختصر لي كامو ديالك كيفاش تبغي تابونا. غندخلو السيت ديال الاوفيس، كتدخلو خلاص كتكونيكتا. هنا الطريقة هادي خاصها سوا تدخل من السيت سوا تدخل من الاوفيس، بحال بحال. المهم من السيت كيبان ليا مزيان تدخل منه، حيت مغاديش حيت السيت كيكون داكشي كلشي باين، ماشي دخلتي من دوفيس كتقدر تبيوغي. المهم كتجي كتكونيكتا، كتكليكي على كومينوتي، كدير بوكسو كاما. نورمالمون واش كيجي الواحد كيدير جو دي زونغري ياك، كيفترضو بانه يتابونا سيمانا، كيخصو خلاص 1000 اونغري ابونمون سيمانا بوغ اونغري. كيولي كيشري، كيولي يعني كيولي كيخلص الابونمون ديالو ديال السيمانا، غيخلصها ب 990000 ياك. هاد الطريقه هادي مزيانه وخايبه، علاش مزيانه وخايبه؟ مزيانه بحيث غير اون فوا كتكليكي على ايشونجي كتاخد لي زوكرين ديالك ياك. خايبه كي هاد لوطو هذا ديما تيكون طالع، يعني ديما تيكون تتكون الثمن ديال الاوكرين تيكون غالي، حاجه الاولى. ثاني حاجه ما كيفش موديفي، يعني واخا تبغي تموديفي ما كيفش موديفي، كتكليكي ما كيفش موديفي اشاي صافي. هاد الطريقه اللي غنوريكم ان شاء الله انا كتخليكم تشريو لي زوكرين بثمن قل. المهم نقيدو بعد هاد الشيء هذا، ها هاو نبدو داك التكست ترانكسبو أما بومون ديال فونكسيونيل بغيت تقام علينا ثانية 93000 كاما غير يعني تابونيتي بهاد الطريقة هادي غتخلص ابومون ديال السيما تخلصو ب 993000 كاما. حنا غنجيو دابا بهاد الطريقة هادي، كتجي كتدخل كتكليكي على كري اون نوفو، مكتدخلش لجوج دي زوكرين، كتدخل كري اون نوفو الحاجة الأولى. كتجي كدير جوف خدا كاما، لانك انت غتعطي لي كاما، انت غتعطي لي كاما وواحد غادي يشريهم منك. من هنا ما كتبيعش لطوفيس، هنا دوفيس هاد القضيه ديال كري اون اوف كتكون بين اللاعبيه، يعني اللاعبي عنده لي زوكرين غادي يبيعهم لك وياخد بلاصتهم لي كاما، وانت يا عندك لي كاما هو تاخد لي زوكرين، يعني انت غتعطي بنادم لي كاما ويعطيك لي زوكرين صافي. انتما هنايا كل واحد كيدير العرض، كتعرض بحال كتجي كتعرض لي كاما ديالك، كتشوف شكون اللي غادي كتعرض لي كاما ديالك، كتشوف بنادم غادي يشريهم من عندك. هنا كتجي كدير جوف خاص، كدير جوف خاص كاما، كتجي اون ايشونج دو 1000 كاما، يعني كنت غتاخد 1000 كاما ياك، غتخلص تابونا بسيمانه. هنايا هاد ماشي بحال الطريقه الاخرى ايشونجي، كتجي كتلقى داك لوطو فيكس. هنايا لا، هنا كيكون ان طو، هاد لوطو تيكون هنايا تيكون فاريابل، فاريابل بمعنى فاريابل على حسب العرض والطلب اللي كاين كيتحط داك لوطو. واخا كيتحط كيكون دايما ناقص حاجه الاولى. ثاني حاجه كيمكنلكش موديفي انت وتحط لوطو اللي بغيتي انت، لانك انت اللي كتعرض لي كاما ديالك، كتشوف شحال بغيتي تبيع لي كاما ديالك انت البنادم، شحال بغيتي تبيع لي كاما ديالك. اغلبيه الناس كينقصوا بزاف ديال لي كاما، يعني كي داك لوطو ما تيبغيش يشري 853، تيقول كان غادي نشري مثلا 500، نعطيه 500 كاما لاوكرين وحده، كيقول لك انا غادي ناخذ الابو ديالي ب 500000 كاما. هي مخيره واعره مزيانه، نتفق معاك هي، وانما ما تنساش بانك راك منقص شحال منقص، منقص 300000 كاما، منقص 300 كاما، راك ضرب الثلث اللي منقص. الانسان اللي غادي يجي يشري من عندك، غايشري من عندك لي كاما ديالك ويعطيك بلاصتهم لي زوكرين، راه غادي يلقاك بين ضايع معاك، فهمتيني؟ كاين البنادم اللي حط هو كاين لوطو كنقولو 852، كاين البنادم اللي غادي يجي ينقص هو غير ديك 52 عندو فيها الربح، يعني غادي يجي غادي يشري لك غيحط لوطو ديال 800، فهمتيني؟ هو المهم 800، انا بعدا ما كنشريش ب 800، ما كنشريش، كنقص دايما 100 كامل للفوق، يعني كنقص من 100 كامل حتى 200 كامل. المهم كنجيو حنايا غادي نفترضو بانك غتحط لوطو ديال 700 كاما، نقصتي له 152 كاما في الاوبرين وحده صافي. بهاد الطريقه هادي ها الا جيتي كتكري الاوفر ديالك، هاد الاوفر هادي ها كتبان كتبقى كتحط مع لي زوفر ديال الكاما، هنايا لي زوفر كاما، هنا لي زوفر ديال الزوكرين، هنا لي زوفر كاما، كتبقى تبان الاوفر ديالك نتايا لي حطي لي لا كريتي طون اوفر، لا كريتي هاد الاوفر هادي غتبقى تبان في لي زوفر دو كاما. واخا المده اللي كتحط هاد الاوفر هادي هي 48 ساعه، 48 ساعه يعني يومين، يومين الاوفر ديالك كاينه، يومين الاوفر ديالك معروضه، يعني اللاعبين اللي كيكون عندهم زوكرين غادي يجيو غيبيعوك لي زوكرين ويشريو من عندك انت لي كاما، كيجيو كيشوفو كتبقى تبان لهم مده يومين، يعني في ديك يومين الا تشرات الا تخدات الاوفر كيوصلك واحد الميساج للايميل ديالك
بحال شكل هذا الميساج هذا تيقول بلي لوفر نيميرو كذا كذا اي مانتونون تيرميني كاغ الى اونتيرمون تروفي برونور صافي. انا ديجا لي يومين كنت خديت 8800 بروغرام بواحد لوطون كتعقل عليه ولكن اغلبيه تكون شي 777 حيت هذاك هو الطول كان حتى تقريبا حتى ديال 7 واط. هذا هو لوطو ماشي هذا هو لوطو خديت 8800 بروغرام 6 مليون و 160 الف كون خديتها ب 1000 كاما كون خلصت 1000 كاما في الاول بالطريقه الاولانيه كنت تقامت عليا ب 8800 نورمال لانك 8800 غتضربها انت في 1000 تعطيك 8800 صافي. فاش شريت قريت درت هاد القضيه ديال الزوفر شريتها بثمن قل تقامت عليا ب 6 مليون يعني اقتصدت حنايا شحال اقتصدت 2 مليون تقريبا اللي اقتصدت هنايا واخا تقتصد غير مليون عندك فيها ربح فهمتيني. المهم هنايا نرجعو لهنايا غن الابونمون بهاد 1000 هادي 1000 اوغرين غنشريوها حنايا نديرو اوفر 700 غنختارينا الطول ديال 700 فتا بغيت نختار الطول ديال 700 غتشريها غتولي الى تقبلات لك غتسمى بحال راك شاري 1000 اوغرين شاريها ب 700000 كاما يعني مخلص الابون لك ب 700000 كاما مقيدو هاد النهايه. طيب هنا الاول كما كتبنا باش الطريقه الاولانيه نورمال اللي كيديروا الناس هنا بهاد الطريقه هادي ديال الاوفر ديال اون سيمين غتقام عليك اسيدي ب 700000 كاما الا خسرتي الا خسرتي الدارين دائما الا خسرتي الطول ديال 700 خسرتي الطول 600 غتقام عليك ب 600000 كاما يعني دائما كضرب هاد لوطو في العدد ديال داكشي العدد ديال لي زوغين اللي بغيتي. المهم تقام عليك 700 غتشوف الفرق هنايا المهم شو تساوي بس غنضرب 600 اسباس تساوي 990 ناقص 700000 كاما راه هي هي 290000 كاما هي هادي كوقيلا 7290 هي هادي يعني في الابومون د السيمانة بهاد الطريقة اقتصدتي نتايا 290000 كاما 290000 كاما اللي اقتصدتي نتايا كاين اللي كيجي كيقولك 290 المهم 250 ولا 200000 كاما زايد ناقصة المهم مكيهمنيش ولكن تسنى هذا ابومون د السيمانة. تصور معايا هاد السيمانة هادي ها غتخلص الابو موديل السيمانه ديالها غتقتصد فيه 290 ارقام السيمانه اللي موراها جبد داك الكابلي باش تحسب واش على هاد السيمانه اقتصدتي 290 ارقام ها 290 ارقام 290 ارقام السيمانه اللي موراها تابوني شي مره اخرى السيمانه اقتصدت دير نفس الطريقه غتقتصد هي 290 ارقام 290 ارقام تابوني شي مره اخرى عاوتاني غتقتصد 900 غتقتصد عاوتاني 290 ألف كاما 200000 كاما على حسب الطول اللي حطيتي نتايا. المهم ديما كتقتصد شي حاجة بحال هكدا. المهم ثلاثة ثلاثة المرات نتا كتأبونا حنا نقولو من عاوتاني مرة أخرى تأبونيتي 290 ألف كاما اللي غتقتصد ياك في الشهر غتبقى تقول مقتصد في ربعة د المرات كتأبونا وكل مرة كتأبونا سيمانة هي ديك ربعة د المرات ربعة في سيمانة هي شهر غتبقى تكون 60 مليون و 160 يعني ما حد كدير الطريقة هادي واخا كيبان لك بلي قصصت شوية ولكن مع المدة ومع كثرة الزوغري اللي كتشري كتبان لك بلي كتقتصد بزاف يعني هذا الالون تيرم اواش ماشي المهم ما حد كتشري بزاف وما حد كتقتصد بزاف. نفترضوا بانك غادي تابونا نفترضوا بانك عندك تيم دابا هنا كنهضر على بيرسو اللي عنده بيرسو واحد حنا نقولوا بلي عندك تيم انا كنقول لكم دابا الحسابات هذه هو ان فوا كدير كري اون اوفر كتكري الاوفر ديالك وكتولي باينه في المده ديال يومين خدات لك كيما قلت لك صافي شي واحد اكسبتا هذيك الاوفر كيوصلك الميساج كيما قلت لك ولا كتدخل كتبان لك كتبان لك هنايا هي كيبان شحال التكري ديال ذلك شحال ولا عندك لي زوغري صافي. هذه بالنسبه للبيرسو واحد بيرسو واحد كيتابونا كل سيمانه حنا غنزيدو ماشي نعقدوا القضيه ولكن نزيدو سميتو نشوفوا الحسابات اخرين بمعنى ماشي ابومون سيمانه نشوفوا ابومون ديال الشهر نشوفوا ابومون ديال 3 شهور المهم نوريكم هاي ابومون دابا نوريكم سيمانه نوريكم ابومون الشهر ياك وديك الساعه شوفوا نتوما قيسو كي تنقولوا قيسو يعني ضربوا حسابكم ديك الساعه نتوما من بعد. هادي بالنسبه للسيمانه ديرو تيجي هنايا باش نفرقوا بين السيمانه وشهر. هادي عاد راه تهضر على بيرسو واحد تصور معايا شي واحد عنده تيم
اللي كيكون عنده تيم تيكون تيقتصد اكثر على ماشي كيقتصد اكثر لانه اصلا هو تيخلص اكثر حيت عنده تيم كيتقام عليه ابومو غالي هاد الطريقه هادي بالنسبه اللي بنادم اللي عنده تيم راه مخير عليه مزيانه كاع عليه لانه كيقتصد بزاف. حنا نشوفو شهر كاين اللي كيابوني راسو شهر نجيو كليكي على ايشونج جو دي زوندري. حنا قلنا في الشهر كتخلصو ب 4000 دايما 4000 الف هذا تيكون ديجا ابوني تيكون ديجا ابوني كتنقصلو شي في لي زوغري كتنقصلو كتنقصلو في لي زوغري. هنا طلع على الطو الطو طلع المهم ما يهمش ما كيهم شي. حنا نقولو بنات ابونيتي اموا اموا غادي تقام عليك اموا ب 4800 3 6 8 0 0 0 كامل لا ابونيتي راسك شهر بهذه الطريقه هذه اللي كتجي كدير ايشونج كتاخذ لي كامل ديالك كتمشي بحال كتاخذ ديال بيزو كاين كتمشي بحال غتولي تخلص ابونيك ب 4 مليون 368 الف كامل. نرجعو نقول لك الطريقه ديال الزوفر. الزوفر كدير زوفر ديال داك دي كامل خاص لانك انت اللي كتوفر لي كامل كتقول حنا قلنا غناخذو 4000 4000 اوكي بداك لوطو اللي كتخسر نتايا هاد المره هادي مثلا حنايا غادي نختارو اختارينا في الاول 700000 700000 اللي كنا خدينا المهم 700000 هي ديك 700000 خسرينا طول ديال 700 حنا غنردو هاد لوطو اسيدي ب 777 خاصة انا كنحكي لك نقص لها حطو مثلا 777 مثلا غتولي تخلص ابومون الشهر ديالك بهاد الطريقة هادي ها غتخلص ابومون الشهر ديالك ب خاصنا عاوتاني هي الكامو غتولي تخلص الشهر ديالك ب 3 مليون 108 زيرو 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 صافي. شحال غتقتصد هنايا نديرو المهم نقصو نقصو من الطريقة الأولى الطريقة الثانية غنديرو 4 مليون نزيدو الكالكيلاتريس بعدا نحزم الكالكيلاتريس اللي هنايا خاص تجيب واحد نتاع هنا شحال هادشي على 4 3 6 8 0 0 0 هذا ابومون ديال الشهر بالطريقه الاولانيه يعني. غنقصوا نقصوا منها ابومون الشهر ديال الطريقه اللي ديال الاوفر طريقه الاوفر نقصوا منها نقصوا 3 مليون 108 0 0 0 3 0 كتساوي لنا مليون 260 يعني قصه 60 مليون و 200 60 ألف كامل. يعني إلا أبونيتي شهر بالطريقة الثانية غتولي تقتصد مليون و 260 المهم كتولي كتقتصد مليون 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 كامل. نتا كيبان لكم الفرق شي شوية يعني هنا ما حد كتأبونا بزاف ما حد يعني واخا كيبان لكم نتا راه نقصت شي شوية ولكن على مع المدة ومع عدد لي بيرسو اللي عندك وعلى العدد لي زوغنين اللي بغيتي كيبان لكم انك كتقتصد بزاف. دابا تصور معايا هادشي هذا كامل كنهضرو على التيم دابا نهضرو على التيم غنضربو هادشي كامل الطريقة هادي عندك تيم ديال 4000 بيرسون عندك 4000 بيرسون ياك 4000 بيرسون اللي جيتي تخلص لهم ابومون ديالهم ديال شهر اللي هو شهر واحد بيرسون واحد بشهر واحد بيرسون واحد تخلص له شهر ب 4 مليون ناخذ حنايا 4 ديال المليون نقصو شي شوية 4 4 الزواج قسمتو ب 4 مليون غضربها انت في 4 ديال البيرسو الا درتي الطريقه الاولانيه يعني كل بيرسو غتابونيه ب 4 مليون لمده شهر 4 ديال البيرسو غتقام عليك قضيه 16 مليون كتبوا 16 لاين في هنا 16 ما كنبغيش تكتب ديك ام باش كتمكن داك الالفا تو داكشي تو خصهم يبان المهم كنديرو الحساب كيما هو. دابا 16 مليون لا ماشي 16 مليون دابا بالطريقه الاولانيه غتخلص الابومون ديال 4 لي بيرسون ديك التيم ديك ديال 4 غتخلص 16 مليون باش ابونيهم كاملين شي شهر. الا درتي الطريقه الثانيه اللي هي 3 مليون 3 مليون 100000 كاع 3 مليون 100000 غادي نضربوها في 4 كل 4 لي بيرسون ابونيتيهم 4 ديال البيرسو غاس ابونيهم سيمانه تابوني ميا بشهر 4 ديال البيرسو غاس ابونيهم شهر بهذه الطريقه ديال الزوفا يعني شهر كتابوني بيرسو كتابوني شهر بهذه الطريقه 3 مليون 100000 غضرب 3 مليون 100000 في 4 غتولي تخلص غتعقد بيرسو غتولي غتخلص مليون
12 مليون بي 400,000 400,000 كامل غنقصو 16 مليون 16 مليون 16 هي هذيك 16 مليون نقص منها 12 مليون 400,000 كامل 12 400,000 تساوي 3 مليون 600 يعني هنايا كتساوي 3 مليون 600,000 كامل يعني بط القضية ديال الزفر الى عندك تيم وتابوني لي بيرسو ديالك لمدة ديال شهر 4 ديال البيرسو اللي كتابوني لمدة شهر غتقتصد عليهم 3 مليون 600 فهمتيني يعني 3 مليون راه زايده فيك تنقول حنا مربا بصراحه انا بعدا 3 مليون نمشي نشري بها شي حاجه انا يعني بعدا في طوفيس احسن من نصدق خاسر انا في لي زوغري راه خاسرها في الابونمون عاد 3 مليون 600 راه نزيد عليها غير شي شويه ونشري ابونمون ناخذ ابونمون واحد اخر ولا هي 3 مليون 600 راه الثمن الابونمون الشهر بهالطريقه هو 3 مليون 100 انت اقتصدت 3 مليون 600 راك بحال شي شهر الابونمون صافي غتشد الابونمون الى عندك شي بيرسون واحد اخر يعني عندك ما عندكش ربعه عندك خمسه ديال لي بيرسون راك بحال الا اقتصدتي الابونمون ديال بيرسون واحد اخر عندك يعني عندك خمسه الى عندك تيم ديال خمسه الى خلصتي الابونمون ربعه الابونمون ديال بيرسون الخامس كتاخذو فابور فهمت انا بحال كتقول شي خذ ربعه وواحد يعني خلص ربعه وخذ واحد فابور المهم الطريقه هذه ديال هاد الاسيوس هذه كاين اللي كيديرها كما قلت كاين اللي كيديرها شي وكل اللي كيعرفها كاين اللي ما كيعرفها شي غير هو اللي كنصح به الناس اللي كنصح به الناس بما ان هاد الاوفر هادي كتبان المده ديال 48 ساعه اللي هي يومين انت كتحط الاوفر ديالك من بعد ديك يومين كتانولا يعني ما كتبقاش كتصيفط ميساج باللي ما حتى واحد ما خدا الاوفر ديالك كيرجعوك لي كامال ديالك الكامال ديالك ما كيمشيوش شي الحمد لله بما انه يومين على ما تشوف الاوفر سواء تخدات سواء ما تخدات على حساب الطول عطيتي نتايا وعلى حساب عدد لي زوبين خصاتي نتايا المهم داك الشيء ما لقيتيش الشاري اللي غادي يشري منك لي كامل بدوك الثمن كترجع خصك عاوتاني دير مره اخرى الطريقه هذه هو الطريقه في الاول غادي تكون شويه صعيبه ماشي تجيك صعيبه كاين اللي كيبغي ياخذ الابومون ديك الساعه ما كيقول شنو انا هاني عندي 100,000 كامل اللي نقتصد ما عنديش زايد ناقص ومهم واحد الحر في الاختيار ديالو ما كان بزز على حتى شي واحد يدير شي حاجه وكما قلت لكم الطريقه ديال لي كاما ديال هاد الاوفر دي كاما كتكون شويه طويله لانك ما كتاخذش لي زوغرين ديك ديك الساعه كيبان ملي كيمل ما كيعجبوش الحال فهمتي شنو كان صافي نرجع الطريقه الاولانيه هاني مع راسي المهم انا اللي كنصح به بنادم هو انه مثلا كاين اللي كتلقاه ابوني شهر وعافصوا بالله غيتابونا شهر واحد اخر ولا غيتابونا سيمانه اخرى ولا غيتابونا 3 شهور واحد اخرى ما فيها باس اخويا ملي السيمانه الاخرانيه في الشهر ديالك مثلا غيتسالك الابومون السيمانه الجايه غيتسالك الابومون ديالك خويا في الدوله في اخر سيمانه غتدخل للسيت غتشوف غدير الاوفر ديالك فهمتيني وجد الابومون ديال الشهر الجاي وجدو من دابا قبل ما ديزابونا دخل سيمانه من قبل عندك سيمانه راهي الاوفر كتحطي يومين سيمانه راه عندك ثلاثه المرات يعني عندك يومين هي 6 ايام ونهار صايد عندك المهم يومين ثلاثه المرات عندك فيها يومين يعني ثلاثه المرات يعني حتى لما صدقتلكش الاوفر الاولى صدقلك الاوفر الثاني ما صدقتلكش الاوفر الثاني صدقلك الاوفر الثالثه فهمتي معايا ديري كيفاش داير يعني دائما خصك تستابق القضيه يعني دائما خصك تبريفوي تو دو بريفوار لا سيتوياسيون تو دو بريفوار هذا بدا المهم بلان صاويه المهم هذه الطريقه كنتمنى ان تكون فهمتوها وكنتمنى الناس يطبقوها وتقتصدوا لي كامال ديالكم المهم هذا هو المكان كما تكون نتمنى نكون نفهم هذا الشيء هذا ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى في شي فيديو اخرى تهلاو لفراسكم